تظاهرة اقتصادية ناجحة تليق بمحافظة طرطوس، وهي استضافة الكورنيش البحري فيها مهرجان الأكل والتسوق بدورته الثالثة بمشاركة عشرات المطاعم والشركات من مختلف المحافظات السورية وبإقبال كبير من أبناء المحافظة. مهرجانات هون كتير حلوة، فيها أسعار، فيها عروض، فيها تنوع كتير بالأصناف، فيها كتير شغلات بتهم العالم، بتختص بالأكل بالشرب بكل شيء، يعني مهرجانات حلوة. هلأ كشارع الأكل أو مهرجان الأكل اللي اليوم عم بيصير بطرطوس هو شيء جديد، يمكن صار له 3 سنين بس عم بيكون شيء له هيك طابع خاص غير المهرجانات الثانية اللي نحن عم نشارك فيها. الحمد لله رب العالمين. اليوم طبعا المهرجان هذا عمل انطباع جيد بطرطوس، تنشيط سياحة، وجود ثقافة سورية للمجتمع للسواح اللي جايين. مهرجان كتير حلو وهي للدورة الثالثة. هلأ هو مهرجان كتير حلو، بيضيف شيء لمحافظة طرطوس، خاصة أنه بيتعلق بالأكل وبالتسوق، هدول المادتين كتير مهمين للمواطنين وللناس وخاصة بهذا الظرف، فهو بيضيف شيء اقتصادي شيء سياحي لمحافظة طرطوس. عروض مميزة عم يقدم المهرجان وبسعر التكلفة لتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية دعما للناس بظل الظروف المعيشية الصعبة، ويلي عبروا عن استمتاعهم بأجواء المهرجان والأطعمة اللذيذة يلي تذوقوها. ترحب بينا الفكرة يصير في مهرجان للأكل بمحافظة طرطوس بعد الضجة الكتير كبيرة اللي أخذوها المهرجانين السابقين. اليوم شايفين عدد شركات مساهمة أكثر ومحلات أكثر، والإقبال كمان كتير حلو، كتير حبينا الدعاية حتى على الفيسبوك وإجينا لحتى نشوفه. الأكل كتير طيب، الأجواء حلوة، وعلى فكرة حتى الأسعار أحلى من برا. مهرجان بتتعرف على ناس جديدة، ناس بتتعرف عليك، بصير في عندك حركة إقبال، بصير في حركة بيع كويسة، ومن هيك عنك بتعطي فكرة حلوة كتير عن محافظنا، عن الحرف أو الصنع، الحرف البسيطة المتواضعة الموجودة هون محافظنا كأكل أو مشاريع صغيرة. بجميع المحافظات الحمد لله جاي لعنا يزورنا ويستمتع بالمهرجان. مهرجان كتير ممتاز وحلو للبلاد ولسوريا والجزائر. شارك بالأكلات القديمة التراثية، الفطائر عصاج، الكب بأنواعه، هيك شغلات القديم القديم. هي التظاهرة فرصة للتنافس الإيجابي بين كل المحال، وتعتبر أيضا دافع للحفاظ على النوعية والسمعة الجيدة يلي بتستقطب الناس وبتلاقي إعجابهم.